عثمان بين مرشح واحد او اثنين ومطير تعلن مرشحها اليوم. بقيه العناوين تقريبا في الوطن كذلك يعني مشابه لاغلب صحفنا. المستقبل: حياديه الحكومه تصطدم بالفساد والعناد، المال السياسي والتربيطات وتشاورات القبائل تصدرت المشهد الانتخابي. اذا واضح مشاهدينا الكرام اغلب اليوم عناوينه يعني عناوين نوعا ما ليس بالعناوين القويه وليس بالاخبار القويه، اللهم تتحدث حول شراء الاصوات وكذلك الفرعيات. راح نناقش هذه العناوين مشاهدينا الكرام، ولكن كالعاده ناخذ فاصل وبعد باذن الله تعالى راح نواصل. مشاهدينا الكرام رجعنا إليكم من جديد، راح نناقش معكم أبرز وأهم عناوين صحفنا وجرائدنا الصادرة ليوم الأربعاء. معنا اليوم ضيفنا المرشح أحمد صفر، حياك الله أستاذ أحمد. الله يحييك، الله يسلمك إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني اليوم يمكن أغلب عناوين صحفنا يعني كلها تتعلق في الانتخابات، وبالذات اليوم في تركيز على موضوع ظاهرة شراء الأصوات. جمعية الشفافية عرضت 5,000 دينار لكل مبلغ، هل هذا فعلا يعني طريقة أو أسلوب قادرين بهذه الطريقة أن يعني نمنع هذه الظاهرة السلبية لنوعا ما انتشرت في الانتخابات؟ وأنت كمرشح أعتقد لديك خبرة في هذا الجانب. أنا أشوف أن الموضوع هذا يعني يكون يعني خطوة سليمة في طريق قضاءنا على الفرعيات هذه، فبداية حلوة وايد أن تتبرى جمعية كجمعية شفافية قصد هذه الظواهر السلبية المجرمة قانونا. نعم. من حيث أول شيء تبث الوعي بين الناس أن هالظاهرة نعم. هذه مجرمة قانونا. نعم. ومن ناحية ثانية تضع الإيد على الجرح. نعم. وخطوة سليمة بداية في أن نعم. نكافح هذا الظاهرة هذه. نعم. ونقضي عليها. نعم. فشيء زين أشوفه يعني. نعم. طيب الآن يعني أنا لدي يعني يمكن في عالم اليوم الصحيفة تقول شراء الأصوات على المكشوف. نعم. في الجهراء بالذات مفاتيح نسائية لأحد المرشحين تجون على المدارس ويعرضن خدمات شنط نسائية، ساعات ماركة توزع. الآن يعني أصبحت الظاهرة مو مسألة فلوس ودفع، شلون بصيد الأمور هذه؟ شلون بسيطر على المسألة هذه؟ وشلون هذه تروح بين الحريم يعني؟ نعم. المشكلة أن صارت بين النساء. نعم. والدخول على النساء شيء اختلاط ممنوع عندنا في الديرة. نعم. وصعوبة أن الدش راح تقول لي ان عندنا شرطه نسائيه، مباحث نسائيه، شغلات من النوع، لكن هم صعب تصيدهم وهم صعب تثبت عليهم. نعم. ان هذا شراء للاصوات. نعم. احتمال يقول لك هديه، احتمال يقول عرض لي يقولك هديه. نعم. والهديه مباحه كل شيء، وتهادوا تباعها وتهادوا تحابوا من الامور هذه. فصعب، لكن هذا ما يمنع ان نكون جادين في عملنا، وان شاء الله بدايه طيبه للقضاء على الظاهره هذه. بس حطينا رجلنا على اول خطوه سليمه اللي مكافحة الظواهر هذه المجرمة قانونا، من حيث ان اول شيء نحد من الظاهرة هذه، نوعي الناس بتجريمها، وبعدين شوي شوي راح نقضي عليها في المستقبل، وبعد يكون عيون مفتحة، وهذا يكون رادع حق اللي بيعمل الف حساب يحتاط وبالخش وبالدس اذا يبي يسوي الاجراءات هذه. مو علنا، مو علنا. طيب اليوم الداخلية حالة 5 فرعيات في الخامسة للنيابة، وأنت كمرشح في الدائرة الخامسة يعني يعنيك هذا الأمر بالدرجة الأولى. نعم. إيش رأيك في إجراءات وزارة الداخلية؟ اليوم كذا كان هناك فرعية في قبيلة مطير في الدائرة الرابعة، والداخلية راقبت، صورت، أخذت أرقام السيارات، جهزت الأدلة، وبالتالي تقول الداخلية راح كما تقول يعني صحفنا وشاهد بالذات تقول أن المباحث كانوا يعني بملابس رياضية وصوروا وكانوا متواجدين بكثافة لمراقبة البيوت والمنازل والديوانيات، وبالتالي رصد بالكامل كما تقول. هل فعلا إجراء الداخلية سليم بهذه الطريقة؟ هو تطبيق القانون شيء سليم. ولفت نظري أن حتى وزعوا على وسائل الإعلام صور السيارات. نعم. والمنازل. نعم. أتوقع أنهم اقتدوا بفكرة كانت في دبي اللي كان يخالف، خاصة مخالفات الجسيمة، كانوا يعرضون الرجل هذا أو المخالف أو صاحب الحادث اللي سوى بحيث أنه يعرف المجتمع أن هذا مخالف للقانون، وهذه نتيجة مخالفته هالتصادم المروع اللي كان لهم. فبالتالي تطبيق على الجميع شيء ممتاز، والأجمل من هذا أن عرضوا في وسائل هذا الإعلام صور البيوت وارقام السيارات، فهذا شيء طيب. خلينا نستمر على الاسلوب هذا عشان نقضي بهذا نهائيا على الظاهره هذه. طيب اليوم اغلب صحفنا تتكلم عن فرعيه قبيله مطير مشاركه اقرب للمقاطعه، كان اقبال ضعيف جدا
من كما تقول من ابناء القبيله. نعم. الا يدعو هذا اليوم في اختلاف في صحفنا، بعض قال تشدد داخلي، البعض قال لا والله يعني الجيل الشبابي نوعا ما رافض للانتخابات الفرعيه وبالتالي كان هناك مشاركه ضعيفه، الا تعتقد ان هذه بدايه مبشره لمجتمع بدا ينبذ هذه الظاهره السلبيه؟ انا اقول الاثنين صح. هم لكونهم شافوا ان الداخليه لها العزيمه الكبرى او القويه للسيطره على الظاهره هذه. نعم. وايضا تفشى في المجتمع ان هل تجريم القانون هذا لصالحهم، فالشباب ما يتبنون هذا. نعم. لان الشباب فرصتهم ضاعت امام الناس اللي كوشوا على هالمقاعد هذه لسنين. نعم. وتركوا العقول الجديده النيره المثقفين ان يخوضوا في المجال هذا، فبالتالي صار ثقافه من الشباب ان ما يلجؤون الى الفرعيات والتشاوريات. وايضا صار للقانون هيبه يوم صاحب السمو حفظ الله امر ان تطبيق القانون على الجميع، فهذا لسببين اثنين. نعم هم السببين. طيب نعم. ممتاز. ننتقل الى موضوع يعني اليوم يمكن تذكر صحيفه الصباح مجلس 2012 يعلن الحرب على المؤزمين كما تقول، هل فعلا نتوقع 2012 ان سيكون عام شؤم على نواب السابقين كما تسميهم بالمؤزمين جريده الصباح، اما ان والله راح ينجحون ويرجعون نفس ما كانوا؟ زين انا لفكره ثانيه. تفضل. ليش ابدا بالشوم؟ اقول نعم. فال حسن للثانيين. نعم. ان تروح المجموعه هذه منهم في طريقهم. نعم. اذا لن يصلوا الى قبه البرلمان راح يكون، انا اقصد اذا لن يصلوا الى قبه البرلمان سيكون لهم يكون فال حسن للثانيين ولهم فال شوم. اي بس ما بدا كلمه شوم بالبدايه. فبالتالي شيء زين هذا، يعني فعلا انا اشوف يعني انتخابات 2012 راح يكون نقله نوعيه وراح يكون تغيير بنفس 70% اذا ما كان اكثر، لان الكل متذمر ما شاف وما سمع وما مورس من تصرفات في المجال هذا، فبالتالي الكل عنده رافع رايه الاصلاح، رافع رايه خلي يكون اسلوبنا حضاري في تعاملنا في المجلس تحت قبه عبد الله السالم، خلي يكون تعاملنا راقي ما بيننا كاعضاء، خلي يكون تعاملنا راقي ان في استقلاليه كل سلطه بحيث ان القضائيه تكون مستقله استقلال تام، التشريعيه التنفيذيه، فبالتالي هذا اشوفه يعني نذير شؤم مثل ما تفضلت حق اصوات العالية والمؤزمين. نعم. وبادره خير وامل خير واشراق جديد للمستقبل زاهر. نعم. وتحت فرصه اكثر لشبابنا الطامحين في خوض هالمجالات هذه. نعم. ولهم بعد دراستهم وثقافتهم واطلاعهم على الديمقراطيه الحديثه. نعم. ان يكون لهم دور بعد، ليش العمليه كلها مختصره على ناس وجوه يعني صارت على الكراسي الخضراء لسنين وحرمنا الاخرين من هالمشاركه. طيب استاذ احمد يعني انت مرشح في الدائره الخامسه. نعم. نبي نتكلم عن المرشحين، هل فعلا يعني المرشحين البعض يعني البعض يتهم المرشحين بانه يعني يعطيهم من معسول الكلام ويوصلهم ما شاء الله للسماء وراح نعمل ونعمل ولما يوصل الى مجلس الامه يعني اغرب مثال تلفوناته كلها مسكره ما يرد على احد من جميع المرشحين، هل فعلا هذه الظاهره منتشره بين المرشحين؟ احنا ما نقول الكل، لابد ان البعض فيه شكل والبعض مو الغالبيه؟ لا ما اتوقع الغالبيه، يعني اشوف اللي صاحب مبدا يوم من الايام ما يقول كلمه وهو ريال وبعدين ما يكون عند كلمته، يا ما اقول كلمه وانا قادر ومستطيع ان اوقف عند كلمتي ولا ما اقولها، لكن ما يمنع ان بعض الناس مثل ما تفضلت تسك تليفوننا ويعطي ملابس ولا احد يرد على احد، لكن هم في بعد ناس ثانيين لا دشوا على مبدا وكلامه اللي قاله فعلا صدق وعن خلوص نية وعن حب للوطن وخدمة الوطن، فبالتالي هذا المواطن ذمه يسمع معسول الكلام وتعطي نجوم الليل بالضحى وإذا احتاجك ما يلقاك. نعم. يا أما غيرت مكان مقرك. نعم. أو غيرت منزلك سكر أو غيرت خلاص أو سكر ديوانتي أو كان برا مسافر لاستجمام. لا فيه يعني ما يخلو، لكن أشوف يعني أنا آمل أنه يكون مو هذا يعني السائد، يكون هذا استثناء. نعم. اما الاغلبيه لا ان شاء الله يكونوا صادقين عن كلامهم ان شاء الله. طيب ممتاز، يعني شاهد اليوم تتحدث عن يعني تحالفات كثيره في الدائره الرابعه في الخامسه في الاولى عفوا بالرابعه بالثالثه كذلك في تحالفات، نسال عن الدائره الخامسه، انت في الدائره الخامسه. نعم. هل هناك تحالفات؟ هل يعني عرض عليك انك تشارك ببعض التحالفات او تشكيل قوائم؟ نبي يعني اجواء الانتخابات في الدائره الخامسه بالذات. اي نعم، بالنسبه لي انا اول شيء انا نازل مستقل. وهذا ما يمنع ان الناس اللي كانوا مخضرمين هناك
أنا أول مرة أنزل. نعم. أن لهم يعني تشاورياتهم أو أن لهم تحالفاتهم أو لهم نعم. يعني تبادل أصوات وتبادل منفعة هذا نعم. يعني طبيعة بشرية صحيح. لكن أنا كمرشح مستقل نعم. هذا حتى لو عرض علي أنا أخالف المبدأ هذا نعم. لعلمي أن هذا أحرم ناس ثانيين كان حق مني نعم. يعني ليش ما أعطي هذا مساواة وأعطي فرصة متساوية للجميع اللي كل واحد يشوف نصيبه نعم. يعني يسعى الواحد والنتيجة يعني عليك السعي أما النتيجة والتوفيق من رب العالمين صحيح. بس ليش ما أخذها بالطريقة الشرعية بالطريقة الرسمية دون ما أظلم ناس ثانيين ودون أحجب عن ناس كانوا يستحقون كانوا أفضل مني نعم. ومنعتهم بس هذا أحمد يعني التحالفات طبيعية جدا في الانتخابات عادة يعني يمكن حتى المتناقضين يتحالفون يعني شفنا تحالفات يمكن قمة التناقض يعني في يوم من الأيام يمكن صار تحالف بين إسلاميين وبين الليبراليين كانوا لد الأعداء ومع التحالف تبادل الأصوات أنا ألجأ للفكر هذه إن الغاية نعم. تبرر الوسيلة نعم فأنا بيكون الغاية سليمة والوسيلة سليمة فأنا ما أبي عشان لمكاسب آنية يعني ألجأ إلى وسائل مو يعني مو من قناعاتي الشخصية اللي ألجأ لها إذا أنت مصر لن تدخل في التحالف. لا إن شاء الله بعيد نعم طيب ننتقل إلى موضوع أعتقد موضوع يمكن شوي نطلع شوي من أجواء الانتخابات أعتقد اليوم يعني ما فيها يعني الشغلات الكثيرة ولكن ندخل في موضوع أعتقد كذلك مهم لدينا مشكلة العمالة وسكن العمال يعني شفنا في مناطق كثيرة عندنا الجابرية بالذات عندنا الجليب الشيوخ عندنا في مناطق معينة كان هناك كثافة عمالية الآن الجهاز الفني دراسة المشروعات مدينة عمالية جنوب الجرات تسوي 20,000 يبدو أن هناك بدأت الحلول نوعا ما هل أنت تؤيد هذه الأمور نجد حلول لموضوع العمالة الوافدة بالذات شيء طيب غايدة نحن العمالة الوافدة هذه سكن للعمال شيء ضروري نعم. يعني لا يمكن أي بلد من بلدان العالم نعم. أن يكون لها قيام حضارة ونهضة والتنمية نعم. ونسكن العمال قصد نعم. العمال بين القوسين نعم. اللي هو العزابية في مناطق سكنية نعم. أو نتركهم كعمالة سائبة في الشوارع تسكح من هنا وناك نعم. فبالتالي إنشاء مدن عمالية وبين قوسين مدن عمالية يعني لهم كل وسائل راحتهم العمال متكاملة احتياجات متوفرة هنا بعدناهم عن المجتمع المدني نعم. وركزنا أن هم يؤدون خدمة أفضل لأن ريحوا بالهم من السكن ومن تضايقات الناس اللي كانوا دخلاء على المناطق العائلية هذه أو السكن العائلي نعم. هذا وايد شيء زين بالتالي حين في خطة أن راح يستمرون في المدن العمالية هذه هذا الباكورة العمل التوحي هالبداية إن شاء الله نعم ممتاز طيب يعني اليوم في كذلك خبر أعتقد أنه مهم ويتعلق في موضوع البدون نيابة إخلاء سبيل 32 من البدون بكفالة موضوع البدون موضوع شائك جدا لكن أعتقد المرشحين دائما يتناولون هذا الموضوع يعني ومن أبرز اهتمامات المرشحين إيه نعم أنا البدون يعني سبحان الله عندي فكرة الشكل أقول إيش معنى إحنا نعامل الوافد نعطي كل حقوقه وهذا البدون إلا منا وفينا وعايش معانا نحرمه من حقوقه زين هذا ما يعني أن أجنس كلهم نعم صحيح. لكن في الأغلبية الغالبة نعم. إنهم لهم أحصاء 65 نعم. لهم أهالي كويتيين صحيح. لهم أمهات كويتيين مطلقات لهم أحقية في الجنسية هذا لازم إحنا نبشيهم نعم. نعطيهم الجنس نعطيهم حقوقهم وأيضا اللي يودوا خلاء علينا فيما بعد والدعوة أنهم بدون نعم. لكسب مكاسب نعم. هذول نفندهم فبالتالي نعم. هذول نعطيهم حقوقهم خاصة حقوق الإنسانية من تعليم من صحيح. توظيف صحيح. من إخراج عقود زواج من ميلاديات وأيضا فرص للعيش والتوظيف نعم إيش معنى الوافد لنا معزز ومكرم هذا منا وفينا عايش سنين بيننا بين ظهرانينا نحرمه من كل حقوق الإنسانية صج في دخلاء عليهم هذا القلة نعم. لكن الأغلبية لا كويتين هذول بس بدون مسمى نعم وشنو الحل يعني اللي تشوفه الحل المبادرة من الآن إن نفرزهم بحيث اللي يستحق نعطيهم الآن صار لهم 40 سنة يفرزون فيهم أي ما صارت يعني أي ما كان جدية ما في جدية لا الحين في جدية وأنا أشوف إن العم صالح الفضالة جاد في عمله بدليل إن حدد 5 سنوات للقضاء على المشكلة هذه فبالتالي استنفهم وشاف الأولوية من حقه فبالتالي الحين راح تشوف الأيام القادمة الحين أن راح يجنس عدد كثير منهم
واللي ما راح تجلس ما تنطبق على يقول تعال امام الواقع، انت دشيت عندنا اكيد مو نازل من السماء، اكيد لك جنسيه، انت نعتبرك وافد، بس انت تختلف عنا، عشت بيننا منا وفينا، نعطيك الحقوق، ليكون اقامه دائمه، ليكون امتيازات، ليكون نعطي حقوق الانسانيه بحيث ان نقضي على ظاهر اسمها البدون. نعم ممتاز. طيب اليوم في تصريحات يمكن